ليش ساكتة فرشا؟ خبريني وينه سوهام؟ بترجاكي قولي لي وينه ابني سوهام؟ احكي لي فرشا، رجعي لي اياه بترجاكي. بوس ايدك هذا ابني، احكي لا تضلي ساكتة هيك، قولي. انت ليش هيك عم تعملي معنا يا فرشا؟ قديش لسه ناوي تأذينا؟ قضيتي كل حياتك وانت تأذي فينا. من وقت ما كنتي عايشة معنا وانت هيك، مانو متغير فيك شي ابدا. انت مو اجيتي لقدام بيتي؟ اه قولي، ليش ضليتي واقفه برا؟ مو هيك؟ ليش تخبيتي؟ لو بوربي وارجون ما لقطوكي انت ما كنتي اجيتي. قولي لي ليش عم تساوي كل هالحركات؟ بعد كل هالسنين لسه ما عندي؟ خلص زودتيها، هذا مانو ابنك. كيف فيك تبني سعادتك على تعاسة غيرك وما تفرق معك حتى؟ ليش لساتك مصرة؟ خلص هذا الصبي مانو ابنك، ولا بحياته ممكن يصير حاجة عندي. أمي مستحيل تقدري تغيري الحقيقة، ما حدا فينا بيغير الماضي. اوعك تنسي هذا الموضوع، سوهام مانو ابنك ولا بحياته كان. سوهام ابن لجانو. طلعي شوفي حالتها، من اليوم اللي اخذتي ابنها من حضنها كل حياتها انهارت وخربت. جانو ومازن صاروا 18 سنه منفصلين عن بعضهم. كلياتنا ما صدقنا انهم يرجعوا لبعضهم. نحن كلنا صدقنا انه سوهام خلص ما عاد موجود بيناتنا، بس جانو كان دائما عنده احساس انه ابنه لساته عايش واكيد رح يرجع له. بتعرفي انه عيد ميلاد اوفي وتيجو كانت عم تحتفل لسوهام كمان بعيد ميلاده؟ عم تفهمي علي؟ انت ما في بقلبك رحمة، انت ما بتستاهل تكوني ام لحدا يا فرشا. بنتي قولي لي سوهام وينه هلا؟ ليش؟ احكي وينه سوهام؟ امي لا، ما فيني اقول لك سوهام وين. ليش ما فيك تقولي وينه؟ بدك تحكي غصب عنك، فهمانة؟ ما فيني احكي، ما رح اقول لحدا منكم عن مكانه. ليش ما بدك تحكي؟ انت خطفتي حفيدي من لما كان ولد صغير وحرمتيه من كل اهله، خليتيه يعيش وهو بعيد عن عيلته. انا متاكده انك ما حكيتي له شيء بخصوص عيلته الحقيقيه، ويمكن مانك مربيتيه تربايه بترفع الراس، لأنه المرة اللي مثلك شو ممكن يطلع منها غير التربية الوسخة؟ أمي بحياتنا ما كنا منعرف إنه نحن في عنا أخ، ولما درينا قالوا لنا إنه هو ميت من زمان، وتقبلنا هي القصة وتجاوزناها لحد ما ظهرتي انتي فجأة بترجاكي تقولي لنا وينه أخي سوهام هلا. حابين نتعرف عليه، بدنا نشوفه لا تحرمينا منه. بوس إيدك تحكي أخي سوهام وين مكانه، بترجاكي قولي سوهام وين. فرشا بكفي جنان، انت الكل عرفان حقيقتك، مفكرة فيكي تهربي من القصة إذا ما قلتي وينه سوهام؟ تصطفلي، بس نحنا مثل ما قدرنا نلاقيكي نقدر نلاقي سوهام ببساطة. وآخر شي ابن جانا رح يرجع ورح تلتقى فيه. بس يا فرشا أنا بتمنى إنه لهداك الوقت سوهام ما يكرهك ويحقد عليكي، لهيك الأحسن تحكي الصراحة وتقولي وين مخبيتي. لا
فارشو بترجاكي. لا تعملي هيك معي. بترجاكي فارشو قولي لي، انت وين خبيتي سوهان؟ قولي لي وين ابني هلا. بترجاكي انا مستعده ابوس ايدك، بس قولي لي وين رحتي بابني. مازن، مازن خليها تحكي وين مكان ابني، بدي اعرف وينه، ما عاد فيني اتحمل. قولي لي وينه عايش هلا. فارشو ما رح تحكي هيك، رح اخذها على القسم وهنيك رح تعترف. جيبوها يلا. امشي فارشو، فارشو، فارشو اسمعيني. خلص روح. فارشا احكي وينه ابوي سهام. فارشا اخر مرة رح اسألك، وين مكان سهام؟ احكي. ما عندك رحمة؟ كيف بيجي من قلبك تخطفي ابن اختك؟ اعترفي، قولي وين خبيتيه؟ ليش ساكتة؟ لا تتشاطري علينا، يلا قولي، وإلا رح نخليكي تحكي على طريقتنا الخاصة. لا، أنا ما رح أقول. طيب وبعدين معك أنت؟ شكلك ما رح تحكي لتاكلي شي قتلة. تعي، خلينا نحكي مع الضابط. ماشي. ألو، تفضل. هي اعترفت؟ طيب هلأ خليك عم تحاول معها. مازن شو قال؟ قال لك إذا فارشو اعترفت على شي؟ جاوب. بترجاكي جانا خليكي هاديه. كيف بدي اهدى مازن؟ ماني قدرانه. لقينا فارشو بعد كل هالسنين بس ما عم ترضى تعترف. ليش هيك؟ ليش ما عم تحكي شي ومصره تخبي علينا؟ جاوبني ليش هيك مازن؟ لانه هي مو ناوي ترجع لنا سهام. اسمعيني هلا، لا تخافي ابدا، أنا بوعدك رجع لك سهام عن قريب. بس كيف يا مازن؟ أنا عم بوعدك رجع لك يا مالك واثقة فيني؟ روقي هلا كرمالي، بدها شوية صبر. ما بتحمل شوفك عم تنهاري وأنا ضل عم بتفرج هيك. ما بدي إياكي تخسري قوتك أبدا جانا، بترجاكي تروقي. مازن أنا حابة أحكي مع فارشا للمرة الأخيرة. جانا، نحن حكينا معها كتير، شو الفائدة؟ مازن أنا بعرفها لفارشا، هي مستحيل تحكي لحدا شي، ما رح تعترف لهم، شو ما عملوا فيها ما بتحكي ولا كلمة، بس أكيد رح تقلي كل شي لإلي. يمكن ما بدها تحكي قدام كل العالم، بس بيناتنا رح تقلي. اسمح لي شوفها لآخر مرة لحالنا. عم اترجاك بس مرة ومنشوف بعدها شو ممكن يصير. خليني قابلها بس مرة، بترجاك. طيب جانا، رح نروح ونحكي معها لنشوف شو بيصير. ما في ولا خبر عن سهام. هلأ حكيت مع مازن. بس ما بيصير هيك بابا، يعني خالتي فارشا كيف بتخلي سهام بعيد عن عيلته كل هالوقت؟ ومنعته حتى يتعرف عليهم وما بيعرف حدا منهم، واخر شيء ما بتقبل انه تخبر حدا عن مكانه؟ رح تضل مخبيه سهام كل العمر؟ عن جد عيب عليها؟ نحن كلنا ممكن انه نغلط، بس في عالم بتفكر
إنه كل الناس مضطرة تضل تحت أمرهم وللأسف ما بتتراجع. يعني لو أنت وبورفي ما مسكتوا فارشا بالوقت المناسب ما كنا لحقناها. أنا هلأ صرت قلقان على مازن وجانا، لأنه هاي العائلة عندها كل شيء، بس شو الفايدة إذا رح يخسروا ابنهم الوحيد؟ عمي تأخر الوقت هلأ، فوتوا خذ دوش على السريع وأنا رح حط العشاء. ماشي يسلم. مول سوليتير؟ ايه انا بدي جيب سنسالي من هنيك، استنى دقيقتين رح جيب شنطتي ورح روح معك. لحظة لحظة شوي شوي سنسال، اعطيني الوصل تبعه وانا بروح بجيب لك اياه، لانه ما في داعي تعذبي حالك وتروحي. يعني لو انت وبورفي ما مسكتوا فارشا بالوقت المناسب ما كنا لحقنا. الو مرحبا سامي، بصراحة انا كنت عم بتصل بارجون بس ما عم يرد علي. بلش الاجتماع يعني؟ لا مدام، الأستاذ أرجون ما وصل على الاجتماع لهلا. شو؟ متأكدة؟ أي مدام، لأنه نحن ناطرين لنبلش بالاجتماع. شو القصة اليوم؟ ليش أرجون ما رضي إنه ياخدني على المول جيب السنسال؟ وكمان طلع من البيت قبل موعد الاجتماع بكتير. طيب ليش تأخر اليوم لوصل على الاجتماع؟ حتى لما كنت عم بتصل فيه ما رد على تليفوناتي. وليش بورفي كانت بالمول؟ شو كانوا عم يعملوا سوا بنفس المكان؟ غريب رائع بابا، انت بتجنن، كيف بتقدر تعمل كل هالشي؟ لك لسه القضية ما لحقت تبلش، والرجال اللي جوا اجى للمحكمة لوقت تاني. انت عن جد رجال فظيع قوي. المحامي الشاطر بيقدر يعمل اكتر من هيك، يعني ما في داعي تخاف من شي. مرحبا، خليك واثق فيني على طول، عم تفهم؟ بس ابني في شي مانو مفهوم بهالقصة ومحيرني كتير. من جهة انت متهم بخطف بورفي وما خلص التحقيق، ومن جهة تانية في قضية ضدك بالاعتداء على الشاب اللي اسمه أرجون. هدول الاثنين كأنه عم يدوروا حوالين بعضهم، وانت صرت مثل الطير الحر. فر برر ايه. بس بابا، يعني وضع بورفي صار في شي غلط، اللي اسمه ارجون مانو متزوجة. وانت شو إلك علاقة بهالقصة يا ابني؟ ها، كل هدفنا تضل حياتنا منيحة وبس. صح هالحكي، شو دخلني أنا بورفي؟ ما بتعني لي شي. إيه؟ ليش الآن؟ يلا تعال، يلا تعال امشي. احتراماتي يا حضرة الضابط. لا تعيط، انت بالمخفر مالك ببيتك. سهام وبالان هون؟ شو يلي جابون يا ترى؟ حضرة الضابط ما كنت عم بعيط، علي صوتي من الفرحة لأنه المحكمة أجلت لي الجلسة تبعي، لهيك أنا كتير مبسوط وفرحان هلأ. بزمتك لو أنت كنت محلي ما بتعمل هيك شي. شو رأيك بابا، مو حقي افرح وانبسط؟ طيب شو هلأ؟ أنا ناوي أرجع عالضيعة على وقتها، لهيك قلت بجي لعندك وبوقع السجل قبل ما أرجع على ضيعتي. بوار خده يوقع السجل. عجل لنا شوي إذا بتريد، لازم نلحق القطار على باتنا اليوم. بس بابا القطار ما بيمشي لليل. أنا بعرف هالشي يا ابني، بس نحن منحكي هيك قدام الشرطة لحتى يمشونا على السريع. ما خطرت لي هالفكرة. صح، لأنه إذا طولنا عندهم ممكن نتأخر على البيت. ليك بابا، أنا بدي أرجع على البيت بأسرع وقت، أمي بتكون عم تستناني، ما بحب نطرق أو أتأخر عليها أبداً. مرق لي هاليوم وبكرة منكون بنص الضيعة، منروح على البيت ومنحتفل بهي المناسبة لأنك بريء. رح أعمل لك أحلى حفلة، أنا طلعتك هلأ بكفالة، هذا الشي مانو قليل. شبك ابني؟ بابا، بابا نحن نهار التنين جرحنا أمي كتير،
طلعت على باتنا بلا ما تقلي، ولهلأ ما حاكتني. انت لا تكون ضعيف، ايه؟ جومري دايماً بتعمل هيك، ايه؟ رح تزعل يومين بس، بس يومين، بس بكرة لما تشوفك قدامها وترجع لحضنا تتغير مشاعرها وبتنسى كل زعلها. لا بابا، أنا ما فيني استنى حتى أرجع على البيت، رح أتصل فيها. لا، عراحتك. يا ربي شو أعمل؟ عم يتصل فيني بس موبايلي ضل مع الشرطة، إذا اتصل رح يعرف إني هون وانكشف، شو ساوي؟ لا، ما لازم يعرف. شوفي، ما عم بترد علي، بتكون لساعتها زعلانة مني. لا، مو ضروري يكون هذا السبب، بتكون مشغولة بشي قصة. ايه، لا تقلق، رح نرجع على البيت ونشوفها، وانسى انك دقيت لها، وروح لعندها شوفها فجأة. ايه، احلى. لسه ما خلصت؟ امشي يلا. يا ربي، واخيرا سهام رح يطلع من مومباي، هيك رح يكون بامان اكيد. طيب استاذ، نحن جايين. يا جانا، لا تفكر كتير، انت ما بتوثقي فيني، كل شي رح يتصلح. جانا، تعبك ما راح هيك على الفاضي، رح تشوفي كيف بارشا رح تحكي كل شي عندها، هذا وعد. ايه مازن، بس انت بتعرف انه كل شي عم بيصير معنا بسببي انا. لو سمعت كلامك ونصيحتك من زمان وما قبلت أعطي سهام لفارشا تربي، يمكن ما كان صار معنا كل هاد. كل شي عشنا كان بسببي أنا مازن. هلأ شو الفائدة من التفكير بالماضي؟ تقدري ترجع الزمن لورا شي؟ لإمتى أنت رح تلومي حالك على نفس هالقصة؟ نحن كلنا منغلط، أنا غلطت وانت غلطتي وفارشا كمان، حتى امي. بس بتعرفي شو، انا كان غلطي اكبر من الكل، انا كنت عم لومك عكل هذا الوقت لانه انت اللي بعدتي سهام عنا. لا مازن، انت مانك غلطان ابدا، بس نحنا هيك كانت ظروفنا. لا جانا، كل شي سويتيه كان كرمال سعادة أختك، وما كنت بتعرفي إنه هيك رح يصير. إذا أنا بضل بلومك على هالشي كون غلطان، وأنا هلأ عرفت غلطي وناوي صلحه. يمكن نصيبنا نغلط بحق بعض كتير، رغم هيك نحن منحب بعض. فقدنا الأمل إنه يكون ابننا لساته عايش، بس طلع ماله ميت. لهيك لازم تنسي كل اللي صار وتتجاوزيه، وخلينا نبلش حياتنا من أول وجديد. جانا، رح نلاقي سهام، فارشا أكيد ما بتكون حكت له شي عنا، لو قايلت له أكيد كان إجا ليشوفنا بوقتها. بس رح نلاقيه نحنا، ورح يرجع يعيش بيناتنا. جانا، كل الناس بيقضوا حياتهم هنن وعم بيربوا أولادهم،
ونحن هلأ إجا وقتنا لنعيش هاي الحياة معهم. ستي قولي لي تيجو، ستي تيجو اتصلت فيني؟ هي قالت شي؟ ما بعرف بار شو ليش هيك عم تتصرف، ما بعرف شو اللي صاير لها بسببها جانو، صار لها 18 سنة عم تتعذب. هي ما بيهم حالة اختها ابدا. ستي بترجاكي روقي، انت كنتي تعبانه من فتره مو هيك؟ اذا بتقلقي مره تانية رح ترجعي تتعبي كمان. الماما والبابا كمان رح يلاقوا حل مناسب لكل هالقصه. هن رح يلاقوا حل اكيد، بس بارشو لازم كمان تحكي الحقيقه. هي لازم تحكي. لك هي من امتى كان قلبها قاسي هيك؟ ما بصدق اني انا اما اللي جبت على هالدنيا. ستي بترجاكي روقي هلا عادي. ستي انسي القصة. اسمعي، بصراحة أنا قدمت من شان شغل، عطيتهم رقم تليفوننا وبياناتي الشخصية، إذا عجبتهم سيرتي الذاتية رح يتصلوا على البيت. إيه؟ وليش أنت فكرتي فجأة بالشغل؟ أنت نسيتي كمان إنه رح تروحي تعيشي مع جانو؟ شو مفكرة؟ جانو رح تسمح لك تشتغلي؟ أكيد هي رح تسمح لي. ستي الماما علمتني الوحدة لازم يكون إلها هويتها اللي بتخصها، وأنا رح أشتغل لحتى أقدر ساوي شهرة لحالي. الماما اللي علمتني كل هالشي. أنا بعرف. ليكي أنا ما رح أتخانق معك، بس عندي شرط. إيه؟ شو؟ أنت إذا بدك تشتغلي لازم تشتغلي بمكتب مازن. لا ستي طبعاً أنا ما فيني أشتغل هنيك، وأنت بتعرفي السبب كتير منيح. أنا بعرف بورفي، أنا بس عم أقول. ستي أنا بعرف إنه أنت بتخافي علي كتير، ولهيك أنت عم تطلبي هالشي، بس أنت لازم إنه تفكري إذا أنا اشتغلت هنيك ما رح أقدر إنه أنسى ماضي، ويمكن بروحتي هلأ على مكان جديد والتقي بناس جداد أنا هيك رح أقدر أنسى، وطبعاً رح أقدر بلش حياتي. ماشي اشتغلي بالمكان اللي أنت بتحبي، أنا ما رح أمنعك. يلا خليكي رح جيب لك حلو اللي عملته. طيب ستي فيكي تساوي لي الحلو؟ أكيد فيكي، بس مو هلأ، بعد يومين المقابلة، مو هلأ. يا ربي. بهذا اليوم سهام رح يصير بعيد عن نظر صهري واختي جانا للأبد، وهن ما رح يعرفوا أبداً إنه في شنو هو سهام. اليوم سهام خلص رح يروح من هون ويسافر، رح يسافر، وبكرة كمان أنا بدي روح، خلص رح روح، بس أنا ما بعرف كيف بدي أطلع من هالمكان. بس وقت رح أطلع من هون فوراً رح روح على باتنا، وبعدين أنا ما رح أرجع على هالمدينة بحياتي كلها. أهلين أهلين أستاذ مازن. لو سمحت فارشا قالت شي؟ يا ربي ابني سهام من شوي طلع من هون، بس ما يكون وهو طالع من هون التقى بأختي جانا وصهري مازن.
نحن عم نحاول قد ما فينا، بس بدنا نقابلها. ماشي، بدنا نشوفها شخصيا. طيب، بس رح يكون معكم حدا من العناصر مشان حمايتكم. تعي انتي غديون لغرفة الاستجواب. أي يلا. شكرا. ليكي فارشا، أنا ما إجيت مشان أتخانق معك، بس أنا بدي إياك تقليلي وينو سهام؟ ابني، قليلي وينو ابني؟ بترجاكي قليلي وينو ابني يا فارشا؟ من 18 سنة والكل مفكرين إنه أنت وسهام ميتين من زمان. أنا شفتك وقت كنتي انتي وابني سهام عم توقعوا بالمي مع بعض، بس ما بعرف ليش فارشو انا كان عندي امل انه انتو عايشين. وشوفي هذا الشي صار، انا شايفة انه الامل تبعي تحول لحقيقة. بس قلي لي وين ابني، قلي لي وينه هلا. انا بترجاكي بس قلي لي وينه ابني سهام فارشو، انا بترجاكي قلي لي وين ابني هلا، بترجاكي بترجاكي. ليلنا فارشا، ليلنا وينو سهام؟ ليكي فارشا، نحن متأكدين انه سهام عايش وانت يلي خبيتيه عنا. ليلي وينو؟ مازن اهدى لو سمحت، اهدى شوي. وقت انت خطفتيه من 18 سنة انا ما كنت قادر اني ساوي اي شيء. مازن انا كنت مجبور، بس الشخص يلي واقف قدامك هلأ هو قادر يساوي اي شيء حتى يرجع ابنه، وأنا رح أعرف كيف رجعه لابني. لا مازن، لا صهري، لا، أنت ما فيك تاخد ابني مني أبداً. فارشا مازن اهدى شوي، أنا رح أحكي معه. فارشو اسمعيني، أنت ليش عم تعملي كل هالشي؟ ليش عم تعذبي حالك فارشو؟ فارشو بس قلي لي مرة واحدة سهام وينه؟ وأنا بوعدك إنه نحنا رح نسكر هالقضية. مازن نحنا رح نسحب هاي القضية، أنا اللي عم قلك، أنا رح سامحك على كل شي، أنا رح أنسى كل اللي صار معنا، وكمان العائلة كلها رح تسامحك، أنا بوعدك بهالشي. بس أنا بترجاكي فارشو قلي لي سهام وين؟ بترجاكي فارشا قلي لي وين سهام؟ لا أختي، أنا ما رح أقدر أرجع لك ابنك. ليش ما بتقدري يا فارشو؟ لأنه هو هلأ مانو معي. سوري، مو بس أنت ولا أي حدا بيقدر يرجعه. أنت شو بتقصدي؟ أختي، اختي ابنك سهام ميت. مازن هي فارشو، انتي عم تكذبي، ابني سهام مو ميت. فارشو هو لساته عايش، قلي لي الحقيقة. يلا هو لساته عايش، احكي الحقيقة فارشو. مازن انت قلت لي انك رح ترجع لي ابني سهام، بس هي عم تكذب. مازن فارشو عم تكذب، اسألها وينه ابني. مازن رجع لي ابني. فارشو قولي الحقيقة، انت عم تكذبي. يا ريتني كنت عم بكذب، بس اختي هي الحقيقة. انا ما كان عندي الجرأة حتى اجي لعندك مشان واجهك بهي الحقيقة، لازم تصدقيني. كيف كنت رح واجهك وقول انه سهام؟ بس هلا بما انه القدر جمعنا كلياتنا مع بعض وش لوش، انا ما قدرت اخبي هي الحقيقه عنكم، ما قدرت اخبيها. مازن هي عم تكذب، مازن ابننا سهام لساته عايش، هي عم تكذب. فارشو قلي لي وينه ابني؟ ايه انا بدي ابني. هي عم تكذب، خلص لا تقلقي.
شو قولي لي ابننا سهام لساته عايش، أنا رح رجع ابننا. لا يا أختي أنا ما عم كذب عليكم، وقت وقعت أنا وياه بالمي تيار المي كان سريع كتير، ما قدرت أمسكه لسهام، أنا حاولت كتير بس ما قدرت إني أقدر أحميه، كان بين إيدي وبعدين راح مني. أنا حاولت كتير إنه أرجع أمسكه بس تيار المي كان أقوى، أنا شفته كان عم يروح بعيد وبعيد بعيد، هو غرق بالمي. مازن ابني سهام عايش، صدقيني أعمل لك الحقيقة يا أختي، أنا شفت لسهام عم يموت قدام عيوني. وينه ابني سهام يا مازن؟ هي عم بتكذب، اسألها وين ابني سهام. جانا مازن أنا بدي ابني سهام يرجع لي. اهدي اهدي مازن. جانا جانا عم تسمعيني؟ جانا جانا حبيبتي. آسفة أختي، لحتى أقدر خليكي بعيدة عن سهام أنا كان لازم أكذب عليكي مرة تانية، لأنه هو بيكون ابني إلي وما راح أسمح لأي حدا منكم ياخده. جانا جانا فيقي، جانا 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 حبيبتي جانا، أنت منيحة؟ سهام مازن ابني، سهام مازن، سهام سهام خلص راح وتركنا. مازن هذا ابني يا مازن، نحن شو رح نعمل؟ أنا رح أقول لك كل العائلة يا مازن إنه ابننا ابني سهام. يا مازن حبيبتي. ابني سهام راح، بترجاك رجع لي ابني سهام. مازن بترجاك زاوي أي شيء. جانا حبيبتي اهدي اهدي يا عمري. مول صليتي؟ أنا بدي أجيب سلسالي من هنيك، استنى بس دقيقتين رح أجيب شنطتي ورح أروح معك. لحظة لحظة شوي شوي سلسال، أعطيني الوصل تبعه وأنا بروح أجيب لك إياه. كل الشكر لأرجون وبورفي، لو هن الاثنين ما كانوا بالمول. أوفي؟ أوفي أنا حكيت مع بابا وأبوكي بخصوص قضية فارشا، هن عم يشتغلوا عليها وعم يقولوا صعب التعامل معها، هي ما بتقول أي شيء بسهولة. أنا واثق إنه الشرطة رح تجبرها إنه تقول الحقيقة قريباً. ماشي؟ لا تقلقي، كل شيء منيح، أنتي ما تقلقي أبداً. أرجون؟ أنت وبورفي شو كنتوا عم تعملوا بالمول؟ شو؟ انت شو قلتي؟ أرجون انت ما قبلت ابدا انك تاخذني معك على المول، وقت اتصلت فيك اكثر من مره ما رديت على اتصالاتي، وبعدين انت كنت مع بورفي هنيك، هذا شو معناته؟ اللي الحقيقه أرجون حتى بعد الزواج بتكون انت وبورفي. كتي شو هالحكي الفاضي اللي عم تحكيه أوفي؟ انت مستوعبه شو عم تساليني هلا؟ انا مو مستوعبه وما بدي افهم شيء، انا بس بدي اعرف انت ليش ما رديت علي. لانه انا كنت لحقها لفارشة بهداك الوقت، كنت عم امسكها، هي كانت عم تهرب من الشرطه بالمول وانا كنت لحقها كرمال اخوكي. وبالنسبه لخالتك فارشة انا ما عندي شغل معها، وبدل ما تعرفي شو اللي كان عم يصير مع اخوكي انت قلقانه على اللي عم يصير بالمول بيني وبين بورفي. معقوله انت؟ معقول؟ أرجون صدقني انا ما كان بدي ازعجك، انا بس كنت عم فكر. ما بدك تزعجيني، شو اللي عم تساوي؟ شو هاد؟ اسمعي أوفي، أنا ما رح أتحمل هالتصرفات الغبية وقلة الثقة منك، فهمتي هالشي؟ خلي عندك وعي. أنا؟ إيه؟ مين في غيرك؟ مو بدك تروحي؟ روح؟ أنت طالعة بكفالة. أنا بكفالة؟ مين دفع؟ ما بعرف مين دفع، أنا واجبي إني طالعك من هون مو أكتر. مين اللي دفع وليش ساوى هيك؟ فيكي تسألي الضابط عن كل هاد. يلا حضرة الضابط، مين يلي دفع الكفالة؟
خذي اغراضك وروحي من هون. بس لو سمحت قل لي مين يلي دفع لي الكفالة. ليكي أنا كمان ما بعرف مين اللي دفع. وصلتني رسالة من المفوض العام لحتى تطلعي. هذا المحامي اللي برا هو اللي جاب وراء الكفالة. استني شوي، تعي وقعي هون، خذي توقيعة. وقعي هون. شكرا. عفوا. مين اللي ممكن يدفع الكفالة؟ بالان؟ لا هو ما بيعرف انه انا كنت بالسجن اساسا. طيب مين؟ ايه يمكن اختي جانا وصهري. بس لا لا، هن ليش بدهم يعني اطلع من السجن بسهولة؟ بس يمكن هن فكروا انه القصة اللي قلتها عن موت سهام صادقة وما كذبت عليهم. واكيد بيكونوا فكروا انه ما بقى في فايدة من وجودي بالسجن، ولهيك هن يمكن دفعوا الكفالة. ايه اكيد هذا اللي صار. كتير منيح. هلا ابني سهام رح يروح لبعيد عنهم ورح يكون بمكان امن كمان. طبيعي ما يكون في معلومات صحيحة، يعني بحكي عن تجربة. شفته؟ لا جابرنا وخلص. وأخيرا رح أطلع من هاي المدينة وما عاد أرجع لهون أبدا. أنا ما لازم أجي لهون بنوم. هذا كان أكبر غلط أنا ممكن أعملته بحياتي. بس الحمد لله ما صار أي شيء سيء. بمجرد إني رحت أنا بكون تعلمت درس كتير كبير. بس لهلأ عائلتي لساتها بتكرهني تماماً مثل ما كانت من قبل. لساتهم بيكرهوني من 18 سنة. هن ما قدروا يتفهموا إنه أنا بدي يكون عندي ولد حتى ربي. أنا بعرف إنه مو أنا يلي ولدت سهام، بس الحياة أنا يلي قدمت له الحياة. أنا يلي ربيته من 18 سنة وهو بينادي لي ماما. هو ابني، هو بيكون ابني وبس. ما حدا بيقدر ياخده لبعيد عني. ألو؟ بورفي. ليكي أنا آسف، بس بعرف ما لازم أتصل فيكي. بس أنا حكيت هلأ، لا أعرف إذا كانت الخالة فارشا حكت شي للشرطة عن قصة أخوك سهام. يعني في شي جديد؟ أجون فارشا قالت لنا أنه أخي سهام ميت من زمان، وأمي هلأ انكسر قلبها. هي قالت لنا أنه وقت فارشا نطت بالمي مع أخي سهام هو فلت من ايديها وغرق بالمي. وقتها هو مات. أجون امي رسمت حلم بانه هي وقت رح تقابل اخي سهام عيلتها رح تكون عيلة كاملة. بس هلا حلمها هذا انكسر. انا اسف على هالشي. انا بعتقد انه شي سيء كتير وقت بتعرفي انه حدا عزيز عليك راح. انا بقدر حس وقول هذا الشيء لاني مرقت بهالتجربه بورفي. انا بقدر اتفهم حاله امك. ستي جايه. ارجون انا مضطره اسكر، ستي عم تنادي لي. ماشي.
जरा सी जिंदगी ढूंढे वजह सी रे एहसास वो फिर तेरा गम भर दे जब मुझे तू तन्हा सा कर दे रे मेरे लफ्ज तू ही जान भी मेरा इश्क पे ईमान भी सजदे करे इंसान ही दिखे तुझ में फिर जहान भी जितना बुलाए उतना रुलाए हुए तुम पर आए जो अब जो भी चाहे जितना भी चाहे फिर भी रुलाए वो मोहब्बत ये आसिर لا بصراحة خليها هنيك أنا بشربها بعدين أرجو أنا بدي خبرك شغلة تيجو اتصلت فيني وكانت عم تقلي إنه أخي سهام عرفت القصة أنا عرفت بس أرجون مو هون هلا أنا بقول له يحكي معك بعدين بورفي لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.